برضه غلطت يا مرفت، انت غلطت يا مرفت. ايه طبت على الديه؟ طبت على الديه من البيت؟ ايه ما كانش راجل تستدي منه اياه؟ ايه ده؟ بهيمه وحلت المرض بتاعها وطلعت من البيت. استاذن الاول، حتى اهل البيت ده استاذن منهم الاول يا مرفت. خلاص انا عارفه ان اهل البيت مش عايزيني، خلاص ريحهم وريح نفسك وابعد عن مرفت اللي تعباهم. انا اتضربت واتبهدلت واتهنت، انا لا حاسه ان البيت بيتي ولا واخده راحتي فيه. يا مواس انا عايزه ادلعك واريحك واخلي الخلق دي كلها تحسدك على اللي انت فيه. ايوه مرفت، انا كمان عايزك ده، بس يعني اللي انت عملتيه ده خل امي ما حساش بنفسيها. تاني هيقول لامي. يا بنت الناس افهمي، افهم يا بنت، افهمي، ما تبقيش كده عامله زي البهيمه المطلوقه علينا، افهمي. احنا يا بنت لازم نعيش في هدوان سر كلنا. ليه؟
عشان العيال اللي هيجوا دول اللي هيجوا ابات ما يجوش في العكنة انا دي. مدام بتتكلم عن هداوه السر يبقى نشوفوا بيتنا يعيشوا فيه لوحدينا، لحد يتصنط ولا عبد علينا، وتبقى مرفت لمواس ومواس لمرفت. ها قلت يا مواس فكر. بس انت برضه يا بنت غلطتي، تطلع الديه من غير اذن جوزك ازاي يعني؟ خلاص قول لامك انك طلقتني. طلقتك؟ صح يا مرفت؟ صح يا مواس، علشان تريح امك. واللي بين مرفت ومواس يبقى بين مرفت ومواس. فهمت يا مرفت، يعني انا اقول لامي ان انا طلقتك وانا ما طلقتكيش. ايوه فهمت دي. ايوه طب الحمد لله، قول لها بالثلاثه وبكره ننزل سوهاج ونشوف لنا بيت يليق بمقامنا احنا التانيين. قلت ايه؟ بقول لك على حاجه يا بت، تراسك دي عمرانه قوي قوي. عملت ايه مع مرفت يا ولدي؟ مرفت ما تقدرش تستغنى عن مواس يا حماتي. ولا انت كمان. روحي العقل فيها يا حماتي. ربنا يا ولدي يبعد عنكم ولاد الحرام. ما تقلقيش يا حماتي، انا ومرفت هندبر امورنا. يعني ايه تدبر اموركم؟ اقول لك، اتفقت مع مرفت افهم امي واهل البيت اني طلقتها. لكن بيني وبينك وبين مرفت هي مرضي حلالي. السلام عليكم. يعني ما كنتش رايحه البيت ده اتجوز واطلع منه بعد كم شهر متطلقه واقعد لكلام اهل البلد؟ اتطلقت اتجوزت اتزفتت وتقعدي على ذمته في السر يا بنتي؟ مش احسن من الطلاق؟ واطلع كده يدي فاضيه لا وراي ولا قدامي وابقى لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن. غلط يا بنتي غلط. امال الصح ايه؟ امشي كلام اهل البيت ويطلقني ولا استنى لما حد يخبط على بابي عشان يتجوزني؟ والله ما عارفالك انت ناويه على ايه وهتعملي فينا ايه. هفضل على ذمته وهو راجلي كيف ما اتفقت معاه دلوقتي. هنشوفه بيت في البندر ونقعدوا فيه ونعيشوا زي بقيه الخلق. ما فيش حاجه بتتضارى يا بنتي. يبقى هو ساعتها يتصرف، عاوز يطلق يطلق، بس تبقى مرفت طلعت من ورا مواس بحاجه، ولا عاوزة جوازة تانية تعدي كيف الأولانية كده بلوشي. هي أمه، أمه اللي مش طايقاني عشان ما حبلتش. هتموت يمه هتطق. هقول لك إيه يا بنتي، هي دي حبيبة، تسيبيني أتصرف كيف ما أنا عاوزة. لازم أعرف حبيبة دي مين هي ست البيت، أنا ولا هي؟ خلاص يا مواس طلقتها، ما عاد لهاش راجعة تاني. من قلبك يا ولدي؟
عارفة يا أم واس، أنا اللي في قلبي دايما على لساني. اللي عايزه ربنا يا ولدي حيكون. لازم تراعي سلمى، احنا ظلمناها كتير ولازم تراضيها لو بتحب أمك حقيقي. أنا فعلا غلطت في حق سلمى كتير. أقولك الحاجة يا أم واس، أنا ندمان على اللي أنا عملته يا أم واس. أنا لازم أطلع صالح سلمى وأطلب رضاها. ربنا يسترها معاك يا ولدي. اقعدي اقعدي. ايه مبسوطة دلوقتي يا؟ الا مبسوطة دي الدنيا مش سيعان يا مواس. احضر لك لقمة؟ شبعان شبعان، انا شبعان معلش اكل. معلش معلش يا اخوي، ربنا يعوض عليك ويراضيك. بس انت ما تزعلش روحك، انا قلبي حاسس ان ربنا يعوض عليك. انا عايزك تبقى مبسوط كده وتضحك وتاخد بالك من صحتك. خايفة عليا ياك؟ ها وانا ليه من غيرك يا سي مواس؟ حتى لو اتجوزت عليا تاني هتفضل معشش في قلبي. انا بدأ يوم يكون قبل يومك. ولا قبله مصيبة تشيل مواس وسنين مواس. خليه يرتاح ويريح كل اللي حواليه. مالك بس يا سي مواس؟ في حاجة مضايقاك؟ البيت ملوش طعم، عرفت ايه؟ ملوش طعم، عامل زي القهوة الصايصة اللي ملهاش وش. احنا تقل على قلبك قهوة كتير. بقول لك ايه؟ ما تلقطيني بسكاتك، تعرف ايه؟ لقطيني بسكاتك، في عرض أهلك كلهم، لقطيني بسكاتك. قال ابعد عن الملبن. قال عشان ايه يعني؟ ايه اللي جرى يعني؟ عشان ما نقلت صوره من هنا ولا شالت كرسي من هنا حطته هنا؟ ايه وقفت المراكب في الميناء يعني ولا خوطت في المسجد؟ ايه اللي جرى؟ الدنيا خربت. طب ما تشيل ما تشيل ولا تحط، هيجرى ايه يعني؟ الوضع ما لهاش طعم من غيرها، ولا البيت كله ولا الدنيا كلها. مرفت يما مرفت يا مواس، الملبن الملبن بتاعت ابنك. قهوتك يا عم الشيخ وبوش. شكري. منور يا عم الشيخ مختار. الله يخليك يا بنتي. مرحبا يا عم الشيخ. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا اخوي. اهلا. يا اهلا بيك، ازيك يا اختي؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ازاي محمد؟ اه بيطمني عليه بالجوابات. ربنا يطمنك عليه وتشوفه عريس في بيته ان شاء الله. عايزك في حاجه كده، موضوع صغير. خير يا اختي؟ هتفوت لحد مرفت. مرفت ليه خير؟ كل حقوقها تاخدها، المؤخر، الصداء، كل الحاجات دي. اي حد لها في رقبه مواس لازم تاخده. هي قالت لك حاجه ولا طلبت حاجه؟ والله ولا قالت ولا طلب، بس ده حق. هتروح لها وترجع بسرعه لي علشان الميعاد بتاع سهاش. ميعاد ايه؟ فكريني. نسيت ولا ايه؟ قولي ميعاد ايه. ميعاد المبلغ اللي بنديه لدار الايتام هناك في سهاش. ايوه 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 ايوه
الله نسيت يا بنت ابويا. هل المعاد هل لازم اروح؟ اروح لو انه مشوار تقيل على قلبي هروح اجي لك على طول. تسلم يا اخوي، بس امانه اي حقوق لها في رقبتنا تاخدها. حاضر يا ستي. شفت اللي حصل ليله امبارح؟ السواق بتاع مصنع الصابون عينيه غفلت، خد العمال ونزلوا البحر. الو، دقيقة. مدغور يا غبي يا هو. مرفت. اهلا يا حتة من عقلي. كل ده من كام ليلة بعدت فيها عنك؟ ايه؟ لا لا، انا ما اقدرش على الكلام ده يا مواس، انا لازم اشوفك النهاردة. صدقيني يا مرفت، ورايا شغل متلتل، موبا هيتسلم فلوس وهتتقبل شغل، ولازم يدخل الفرن، فرن المصنع يا قلبي. فرن المصنع يا مرفت. يا مرفت انا كمان عايز اشوفك دلوقتي. الدقيقه دي يا مرفت، الدقيقه دي، لكن غصب عني يوم نستحمله. انا لما اقول عاوز اشوفك يبقى لازم اشوفك. ايه ما وحشكش وش مرفت؟ وحشك؟ طب خلاص انا هلبس دلوقتي وقولي نتقابلوا فين. انا عارفه يا حبيبي، عارفة ان مرفت اهم من الشغل والفلوس والدنيا كلها. مع السلامة يا مواس. انت واد يا غاب، انت مشوار صغير وراجع كأني موجود بالتمام، فهمت ولا لا؟ لو حد سأل عليك تقول له ما تعرفش عني حاجة. انت غاب انت ولا ايه؟ امال يما، ده جوزي على سنة الله ورسوله. لو حد شافكم الناس تقول علينا ايه؟ ما تخافيش اطمني، بعيد عن عينين اهل البلد خالص، وكمان اهو انا متكلفته. جرى ايه يما؟ مش لازم اشوف لي مطرح اقعد فيه في سوهاج يا اختي؟ والمطرح ده لازما النهارده؟ امال انا نازله ليه؟ عشقه سواد عينيه؟ مين اللي عمال يدب على الباب كده؟ يا مراري، لا يكون مواس وجاي ياخدك من هنا. عم الشيخ مختار، يا اهلا يا اخوي، اتفضل. لا ما فيش وقت، انا جاي لك في كلمتين امانه، اختي حبيبه طلبت مني ان اوصلهم لك. امر. ان ابغض الحلال حصل بين مواسي وبين مرفت. ايه النصيب يا شيخ مختار. وبكده يبقى مرفت لها حق في رقبه مواس. حق؟ حق ايه يا شيخ؟ يعني مؤخر والنفقة، وحبيبة قالت لي اللي تطلبوه، وقبل حبيبة وقبل الدنيا كلها ترى ربنا. أنا بنتي اتطلقت، ويوم ما اديتها المواس لا كنت بدور على مال ولا جاه ولا نفقة، كان نفسي زي كل أم أشوف بنتي سعيدة، لكن حنقول ايه؟ النصيب كده. الكلام اللي بتقوليه ده حقها. لا عايزينه ولا حنطلبه بيه. طيب اشوف مرفت واسمع مني هالكلام ده. مرفت بعافيه شويه، والكلام اللي سمعته مني هتسمعه منها. شيخ مختار احنا اهل، لا طالبين نفقه ولا مؤخر. بلغ اختي، عموما لو غيرت رايك انت ولا مرفت بلغينا على طول، ده حقها.
لا فيه كسوف ولا خجل. بالإذن ربنا يعمل اللي فيه الخير. شرفت يا شيخ مختار. سمعت يا بنتي؟ أيوة سمعت يا أم. يبقى مواس قال لهم وهم صدقوا كلامه في الطلاق. والله خايفة عليكي. ما تخافيش على بنتك يا أم. الشيخ مختار جاي هنا يديني نفقتي ومؤخري. امسكي امسكي يا أم. هاتي. لو يعرفوا أنا رايحة فين دلوقت. بالإذن يا أم. هات العواقب سليمة يا رب. كلامه ده ما يطمنش يا أم محمد. كيف مرفت أمها يرفض المؤخر والنفقة؟ وبعدين أنا لما كنت عنديهم وبتكلم وياهم حسيت إن أمها قلقانة، إذا ما كنت في حاجة عايزة تداري عليه. هتداري إيه ولا تخبي إيه؟ ده طلاق يا شيخ مختار. وأنا لو يمكن أصدق الكلام ده، مرفت وامها مش عايزين فلوس، دول بيعزوا الفلوس اكتر من ان عينيهم من جوا. اروح لحد عنده واقول لهم طلباتكم واحنا تحت امركم، يقولوا لا اكيد في حاجه على الكلام ده. بتقول ايه؟ مواس قال لي انه طلقها. مواس كل شيء يقدر يعمله. معقول يا شيخ؟ يكونش ما طلقهاش. ما طلقهاش؟ ايوه. انا لازم اتاكد من الموضوع دي، لازم اشوف ورقه الطلاق. خدي بالك من البيت يا عائشه لحد ما ارجع، كل حاجه قلتها لك تدخليها المخازن. حاضر يا ست حبيبي. تسلمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فينك يا شيخ مختار؟ واغوشتني عليك. ايه وافقوا على الاتفاق؟ الناس ما طلبتش حاجة واصل. كيف؟ أمها قالت لي معقولة بعد بنتي ما تتطلق أدور على فلوس؟ معناته إيه الكلام ده؟ معناته إن الناس مش عايزة حاجة. مرفت أمها مش عايزين فلوس؟ دول بيموتوا على الفلوس، دول داخلين على طمع. والله هم قالوا لي كده. يبقى عايزين يجرشروا ابني على المحاكم. لا يا ستي اطمني، لا هيجرشروا على المحاكم ولا دياولة. لا لا يا أخويا، في حاجة. ايه هي؟ الله اعلم. ايه يا مواس، ايه العربية خربت؟ تأخرت ليه؟ انا كنت واقف خايف لحسن حد يجي ويشوفني انا واقف مستنيك يا ملبن. ليه كده؟ خالك يا مواس، خالك هو اللي اخرني. خليني. ايوه الشيخ مختار. مال كنت لابسه وجاية لقيته على الباب، قمت متداري لحد ما مشى. ايوه باب بيتكم. أمال باب بيت مين؟ وقف يتكلم مع أمي. كان عاوز إيه؟ قال له إيه؟ كان جاي يراضيني ويراضي أمي ويشوفنا لو كنا عاوزين نفقة ولا مأخر. نفقت يو ومأخر إيه؟ أمال مش أنا قدامه وقدام الناس كلها متطلقة فجاي يجبر خاطري. هي قالت له إيه؟ قالت له ما يلزمناش لا نفقة ولا مأخر. فلوس الدنيا كلها ما تعوضناش عن مواد. احنا خلاص ردينا بنصيبنا. ايوه امال ايه؟ امال ايه؟ يبقى خال عليه الكلام ده. بقى كده يا خال صدقت اني اقدر ابعد عن الملبن يا خال. اقول لك ايه؟ يلا بنت يا ابو عيش. يلا بنت. مواس يلا يا بنت. ما واكلاش ليه بس يا مرفت افهم الدنيا لازم تتاخد واحدة، يعني نبدأ الأول بشقة وبعد كده ليك عليا لما توسع شوي أجيب لك أدعها فيلا فيك يا سيد. نعم ده انا متجوزه مواس على سني ورمح، اغنى واحد في البلد كلها. يا امال ايه؟ انا هجيب لك يا بنت
أجاب لك بس مش ده الوقت. ويبقى أنا عملتي إيه؟ يا ريتني كنت تطيت راسي وتحملت بهدلة أمك وعيشة وسلمى وقعدت بالبيت أحسن. أه على جل كان بيت كبير. يا مواس يا مواس أنا عاوزك تقدر اللي أنا بعمله معاك. أنا عايزة أعيش بحريتي مش بين أربع حيطان، أخرج وأدخل على كيفي من غير ما أخاف من حد. يا بت يا بت وحياتك عندي يا ملبن، أنا عارف اللي أنت متحملها. ده أنا بعرض نفسي للجيل والجاي، لو حد خد خبر ان انا متجوزاك في السر الناس هتاكل وشي يا مواس. يا بت مش انت اللي شرط عليا الشره دي؟ علشان وعلشانك يا مواس، عشان تفضل جنبي وافضل جنبك. ودي اول رد جميل جايب لي جحر فارق اقعد فيه. باه فريه وقطه يا بت. خلاص انا هدور من ناحيتي على فله، وانت من ناحيتك شوفي اي مطرح هيكون عاجبك. يا ملبن انا ما عنديش في الدنيا هم غير رضاك انت. قول ما قلتلاش. مش دي عربية مواس؟ ايوه يا اختي. ايه اللي جايبه هنا؟ ده كان جاي لي ان عنده شغل ايام. انزل شوف اهو بالمره نروح معاه. حاضر يا اختي. لقيته قاعد جوا في المطعم يا شيخ مختار. هو بعينه؟ ايوه حبيبي هو بعينه. وايه اللي جابه هنا؟ بقى سايب شغله في المصنع وجاي في المطاعم عشان ياكل. ها الظاهر ان معاه عملاء بيتفقوا معاه على شغل. طب ما دخلتلوش ليه اتكلم؟ قلت ما اقطعش عليه القعده والاكل والضحك، اسيبه لشغله والناس. يعني كان مبسوط وبياكل كويس؟ الحمد لله. قم بينا نقعد معاه لحد ما يخلصوا كلام وشغل وبعدين نعاود مع بعض كله. لا لا استنى، مين يا اختي؟ بيبان عليهم هيطولوا. يلا بينا. الله يكون في عونك يا مواس، ابني بيشتغل كتير قوي. يلا يا اسطى اطلع. ما تفهمني في ايه؟ ايه اللي قلبك كده؟ ظهر في حد من اهل البلد شافنا مرفت. حد من اهل البلد؟ هو احنا لحقنا؟ دي اول مره نتقابلوا فيها. هذا اللي كنت خايف منه وعامل حساب. واه وخايف ليه كده؟ هو انت بتسرق ولا بتعمل حاجه غلط؟ واحد وقاعد مع مرته. ايوه ما حكايه مرته دي، واحد وقاعد ومطعم والحاجات دي انا وبس انت اللي عارفينها، انما اهل البلد عارفين ان احنا مطلقين. وفي ده الوقت للكلام يتنطور او يوصل لمواس. انا مش قلت لك قبل سابق ان الفار بيلعب في عبي من ساعه ما كنت عنديهم في البيت وامها كانت واقفه مش على بعضيها؟ دلوقتي الفار بيلعب ولا بيتنطط؟ انا شفت كل حاجه وتاكدت بعيني. مش يمكن حد غيره ولا حد شبهه؟ ما تظلمش يا شيخ مختار. ايه عميت انا يا لا، هو مواس بشحمه ولحمه وهي مرفت بشحمها ولحمها. يعني هما التانيين كانوا قاعدين مع بعض وسط الخلق سوا سوا كده، والوكل قدامهم شيء وشويات والضحك والكركعه جايبه لاخر الشارع. انا طول عمري اقول ان مواز ده قادر يقدر يعمل اي حاجه.
يا دي الوجع المربربة. أنا محتار مع أمه، مش عارف أقول لها إيه. لما لمحت العربية بتاعته واقفة قدام المطعم قالت لي انزل شوف وبيعمل إيه. نزلت ورجعت ما قدرتش أقول لها، أقول لها إيه. قلت لها قاعد مع شوية رجالة بيشتغلوا. كذبت عليه، كذبت. الله الله يسامحني. يا شيخ مختار، مش يمكن يا أخويا في حاجة بينهم هو بيصفيها؟ تعبت عليها يا ولية، حاجة سهلة بيصفيها. يقول له ولا يقول لي لأمه وإحنا نصفيها. بقول لك قاعدة معاها لوحديهم بيوكلها بخشمة في المطعم. سلو جديد لبلدنا دي ولا إيه؟ عاوزك تشوف لي فيلا كويسة. إيه؟ الفلوس؟ في اللي حيدفع طبعا ليانا. خلاص أنا حسب الحكاية دي على الله وعليك. تسلم، تشكر. قال إيه؟ شقة ثلاث قوط، هتعمل بيهم إيه مرفت؟ لازم تبقى أحسن فيلا في أحسن مطرح في سوهاج. وبعد ما أحط رجلي في الفيلا وأقعد هشوف هطلب منه إيه تاني. بقول إيه؟ مواس بيتهيأ له إنه في حد شافنا النهاردة. هو ده اللي كنت خايفة منه يا بنتي. خايفة؟ خايفة من إيه يا أما؟ ما تخافيش، مواس هيتصرف. أنا بس بقول لك عشان تبقي عارفة، لو حد سألك، حد جاب لك سيرة، حد قال لك إنه شافنا، تبقي عارفة هتقولي إيه. مرفت لا طلعت ولا سبت البيت، واللي بيننا وبين مواس انتهى من زمان. فهمتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مرت خال؟ ازيك انت يا مواس؟ الحمد لله. خالي موجود؟ ايوه موجود في اوضته. دقيقة واحدة واندهولك. خير، ما بتجيش هنا البيت الا اذا كان فيه مصيبه حصلت ولا في شيء مش قادر تعمله وعايز نعمله لك. في حاجه مهمه خلتك تيجي؟ لا يعني انا يعني بس كنت عاوز يعني اقول لك يا خال ان يعني اقول ايه يا مواس، انا سامعك. خايف تكون فهمتني غلط يا خال، عشان يعني كنت قاعد انا ومرفت المطعم مش كده قاعد الكركع وضحكتك انت ومرفت تايبه لاخر الشارع. ثلاثه بالله العظيم يا خال، انا ومرفت كنا قاعدين بنتفق في المطعم مش كده، قاعد مع طليقتك عيني عيانك كل وحديكم. يا خال صدقني ثلاثه بالله العظيم. بلاش اقول لك، اسال مرفت يا خال. مرفت كدابه، انتوا التنين كدابين. انا عشت طول عمري راجل دغري، ما عرفش اللف ولا الدوران. انا اسالك سؤال يا مواس، انت طلقت مرفت ولا ما طلقتهاش؟ يا خال اهدى، كلام هزار اياك، ده طلاق يا خال. هو اللي بعيال اللي شفته بعيني في المطعم ده ايه؟ ده انا قلت انك رجعتها. لا كله لديه يا خال. يا خال صدقني اقول لك على حاجه، انت هتشوف بعينك ورقة طلاق رسمي الاسبوع الجاي. يا خال مرفت بطنها واسعة يا خال، طلباتها كتير ما تنفعنيش. الكلام ده صح يا خال؟ والله العظيم صح يا خال. دي ست عاوزة تتجوز تاني، لازم يبقى معاها ورقة طلاق رسمي تخلص عدتها وتتجوز بعيد عني يا خال. انا مش مرتاح لكلامك، مش مصدق. يا خال صدقني المرة دي بس، يومين ثلاثة بالكتير، أسبوع بالكتير وهتشوف بعينك ورقة طلاق رسمي. سنة ليه عندك طلب يا خال؟ أنا لسه ما قلتش لأمك، ما
قدرتش. صح يا خال؟ خفت الطب ساكته لما تعرف انه ولدها قاعد ياكل ويضحك، ما طلقته قلبي ما طوانيش، قلت اصبر عليك يمكن تختشي وتفوق. مواس، ورقة طلاقك من مرفت تشوفها بعين الأسبوع ده. لما تشوف ورقة الطلاق الرسمي بعينك يا خال تعرف كديه كنت ظالم مواس يا خال. أنا أظلمك أنت ولد أختي؟ ده أنت تظلم بلد. ربنا يخليك لينا يا خال. ما تاكل يا ولد، خلصنا وانت لسه ما اكلتش. ايوه انا باكل يا مواس، باكل. ايه ما اتفقتوش؟ لا اتفقناش. ايه كله تمام وعال العال اهو. انت كده يا ولدي اما تروح قاعده شغل بتنسى نفسك في الشغل وما تاكلش. عارفك الله عارفك. كل كل يا ولدي كل. ايوه حاضر. ايوه باكل باكل يا ام مواس باكل. اله يا رب يعلي مراتبك ويديك اللي انت عايزه. انت طيب يا مواس ونيتك حلوه وبتحب الخير للناس كلها. افتح افتح زي زمان. قول يا حبيبي قول. عملت لك قهوه تستاهل خشمك. اقرا لك الفنجان. جننت يا بنت. وانا بتاعت قرايه فناجيل. الا يا رب اشوفهم هما بيكتبوا لك الكتاب. يا رب. يا عيشة الواد ده ما عنتش عارفاه له خالص. هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ مواس. واه يا انت مش عارفة ولدك؟ مواس ده مزاجه جلاب، مرة فوق ومرة تحت، محدش عارف له حاجة. وبعدين تلاقي الشغلانة اللي في يده تعباه شوية. يا رب يكون الشغل وبس. علموم خاله قال لي ان لما شافه في المطعم لما كنا في سهاج قال لي انه كان قاعد ومفرفش وبيضحك وبيشاور وبياكل وايه مزاجه عالي قوي. خلاص ما دام الشيخ مختار طمنك يبقى خلاص. ده ولد حبيبه والاجر على الله. اخ منك اخ. اول قعدك دي يا ده الوجع المربربة. أول قاعدة بيني وبين مرفت خلي شفنا ده. إيه الحظ ده يا مواس؟ وأم رخرة بينها حاسة يكونش خالي لمح لها وما قاليش. لا 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 بس خلي الشيخ مختار ما يعملش كده. عجيبة يا ده الوجع المربربة. ايه دخلك الاوضه دي؟ مين؟ ما تدخلش هنا كمان يا. لا قصدي لو رايت تمدد جيتتك اوضتي جاهزه. ياه سيبيني دلوقتي يا سلمى. انا ما طايقش حد يكلمني. انا دلوقتي بفكر في شغل. ها شغل؟ قول بعدها عنك معذبك قوي. والزمو ايه الكلام ما استخدمه دلوقتي؟ الزمو ايه؟ لما انت ما قدرش على بعدها قوي كده طلقتها ليه؟ يا راجل يا راجل فوق لنفسك. بص لراحك للي حواليك للي بيحبوك. صح هي مرفت دي كانت بتاعت عيشه ولا تعرف تعمر بيوت من اساسه؟ بقول لك ايه؟ ما تسيب اللي يروح يروح لحاله
وسيب الخلق في حالها. ملهاش عازة نجيب في سيرة حد دلوقتي، ملهاش عازة. افهمي افهمي افهمي. اها اكده. طيب يا مواس خليك قاعد عندك، شم ريحتها في كل ركن من الأوضة، وابكي وامسح دموعك في خلقاتها اللي جايبها. اطلع برا يا بنت، اطلع برا يا بنت، اطلع برا، ولا ما كنت عارف ان بعدها جدعك في الجو ده يا ماما؟ وانا اللي كنت فاكره خلاص جوز رجالي، وكنت بعقل بالي هتنعم يا سلمى وتعيشي فانا، كنت كل اسمك ربنا ما رقيت. اطلعي اطلعي. يا كنش خالي قال لامي كسرت قلبك يا سلم. والله يا خال حبيب، والله قلبه لسه متعلق بيه. ده قاعد يكلم نفسه فوق وقافل عليه اوضتها. لو مش مصدقاني اطلع شوفي. استهدي بالله يا بنتي، استهدي بالله، حاسه بيكي والله. اسكتي اسكتي. وانا اللي قلت خلاص جوز رجالي من تاني، تاريخ بقى زايد عن الاول. بس يا سلمى بس، معلش ما تعمليش كده، هيطفش منك. بس يا عايشة انها بقلبي شاف قلبه قوي يا خال. ربنا يهديه وريح قلبك يا بنتي ويطمنك. قومي قومي اطلعي اوضتك قومي. ده ما بقاش غير انه يبكي كيف العيال الصغيرين. لا يا خال لا، انا هروح اريح ضمي يومين ارتاح لي شوية. لا يا بنتي اوعي تروح عندهم. عايزة ارتاح يا خال، عايزة اريح نفسيتي شوية يا خال. هو انا ايه؟ مش لحم ودم. تعبت خلاص والله العظيم تعبت تعبت، مش قادرة اتخيل جوزي يبقى داري داري كده وعقله شتت في اللي طلقها. استغفر الله العظيم. حقيقي صدق اللي قال كده النساء. بس يا سلمى، بس يا بنتي، وفضك من الحديد ده بقى، مش هيجيب حاجه الا الخساره. اصبري 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 عشان يرجع لك تاني. هتفضلي كده مش هيفشل. انا بس هريح لي يومين، وهو كمان يكون شبع من قضيه السمبتي. يا بنتي اصبري، مش عايزة تسمع الكلام. قاعد فوق بيبكي على حاله، أهلا ما يغارت في 60 ده. مش يمكن حزنان انه هو اتجوزها؟ دخلتي في قلبه؟ قومي 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 واصبري. بلا هداوة بلا هداوة. بالإذن يا خال. انا مش قلتلك يا عيشة ان ولدي في حاجة؟ ايوه في حاجة متغيرة، عندها حق البنت دي، هتموت بتحب. يا عيني يا ولدي، ايه اللي معمولك؟ انا حاسة كده ان معموله عمل. ايوه بس انا ما بثقش في الحاجات دي ابدا. هو انا بتاعت الحاجات دي؟ يا تم ماله ده الدهول الدهول خالص. استر يا رب استر يا رب.